نشرة الأخبار على قناة يمن شباب الفضائية، نبدأها بالعناوين. شهداء وجرحى بتفجير إرهابي استهدف اللواء 103 في أبيان. الحكومة تعيد افتتاح الكلية العسكرية ومعها التأهيل القادة في عدن، وتعلن البدء بعملية إعادة الإعمار. الجيش الوطني يسيطر على سنترال جبل العريش في موزع بتعز، والتحالف ينفي استهداف منزل في صعدة. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء أحمد بن دغر رسميا إطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي وصالح في عدن، ودعا بن دغر الدول المانحة والمجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة إعمار المحافظات المحررة، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على عقود إعادة الإعمار في عدن واعتمادها لذلك 5 مليار ريال، منها 2 مليون دولار أمريكي من صندوق الإنماء الكويتي. وشدد رئيس الوزراء على جميع الأطراف الالتفاف حول القيادة السياسية حتى النصر، مؤكدا أن الشرعية ستنتصر على الميليشيا الانقلابية وستحافظ على الجمهورية والوحدة في صياغتها الجديدة، ولن تسمح بعودة نظام الإمامة. هذا وافتتح رئيس الوزراء الكلية العسكرية ومعها التأهيل القادة صلاح الدين في العاصمة المؤقتة عدن بعد إعادة تأهيلها. وأعلن بن دغر خلال الافتتاح أن الحكومة ستفتتح قريبا الكلية العسكرية في حضرموت، وقال إن الميليشيا الانقلابية دمرت الجيش في حربها الظالمة على اليمن، ونحن اليوم بدأنا في إعادة بناء الجيش على أسس حديثة وبعيدا عن المناطقية والولاءات الضيقة. وتوعد رئيس الوزراء بالضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يزعزع أمن واستقرار اليمن وملاحقة العناصر الإجرامية والإرهابية وتقديمها للعدالة. وأكد أن حكومته ستعمل بكل حزم على فرض الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لإدارتها، مضيفا أن قوات الجيش والأمن ستحافظ على الجمهورية والوحدة في صياغتها الاتحادية التي تم التوافق عليها في مخرجات الحوار. حذرت أوساط سياسية استمرار سياسة دعم كيانات موازية وخارج الشرعية في المحافظات الجنوبية، داعية إلى توحيد المسار بين الشرعية والتحالف العربي في سياق معركة المصير الواحد. ارتفعت أصوات سياسية يمنية للتحذير من انعكاسات استمرار دعم كيانات موازية للدولة ومؤسساتها، لا سيما في بعض المحافظات المحررة بل وفي العاصمة المؤقتة نفسها. السياسي اليمني المعروف صالح الجبواني، وخلال تصريحات له مع يمن شباب، حذر من خطورة دعم كيانات موازية للدولة وإضعاف الشرعية والتحريض عليها، مؤكدا على أن ذلك يشكل طعنة في ظهر عاصفة الحزم. وإلى جانب كون دعم كيانات موازية للدولة في عدن يشكل طعنة لعاصفة الحزم، يقول الجبواني أن ذلك يضعف الجهد العام لإسقاط الانقلاب في صنعاء بل يمده بأسباب الحياة. الجبواني أكد كذلك على أن إضعاف الشرعية ودعم الكيانات المناطقية الانفصالية وفرز المحافظات المحررة بعضها عن بعض وخلق كيانات عسكرية لكل منها على حدة وعدم مساعدة السكان في إعادة الخدمات، كل هذا أضعف الجبهة الداخلية ودخلت خطوط المواجهة في جمود ملحوظ. ويقول السياسيون إن هذا الوضع أتاح للإنقلابيين الاستمرار وتعزيز هجماتهم على الحدود السعودية، ما يستدعي إعادة تصحيح مسار الأوضاع في عدن بما يتلائم مع السلطة الشرعية وأهداف عاصفة الحزم. قال مصدر محلي في أبيان إن شهداء وجرحى سقطوا بانفجار سيارة مفخخة استهدفت تجمعا للجنود أمام مقر قيادة اللواء 103 في منطقة جحين بأبيان. وبحسب مصادر محلية فإن مسلحين هجموا المعسكر بالتزامن مع انفجار سيارة مفخخة أسفرت عن استشهاد وإصابة 20 جنديا على الأقل. ولمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من أبيان محمد السوكة. محمد، ما الجديد حتى الآن بشأن هذا الهجوم على اللواء 103؟ نعم، الهجوم الذي تم على اللواء 103
سرق مدينة زنجبار ب 180 كيلو تم بسيارة مفخخة استهدفت عددا من الجنود التابعين للواء 103 وهم يقومون باشتراء القاد. أدت إلى مقتل 12 جندي وأصابت 12 وأصابت 20 جريح إلى حتى هذه اللحظة. نعم. تبع ذلك إطلاق رصاص لكن لم يؤدي إلى أي نتيجة حتى اللحظة. نعم، هل لديك أي معلومات حول الجهة المنفذة لهذا الهجوم؟ هو يعتقد وهذا من ضمن المخططات هذه هي العصابات هذه عصابة تنظيم القاعدة نفسها المخطط وهؤلاء هذا التنظيم يظهر عندما يشعر بخيبات الأمل في الجبهات الأخرى للقوات الشرعية وقوات التحالف عندما تتضرر الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح يظهر تنظيم القاعدة. نعم. لكي يسحب الأضواء بالاتجاه الآخر. نعم، يعني هل أعلن تنظيم القاعدة تبنيه هذه العملية؟ لا، هو حتى اللحظة هذه لم يعلن تبنيه، لكن هي بالطريقة والأسلوب والعمليات هي أسلوب عمليات تنظيم القاعدة. نعم. العفاشي. بالنسبة لقوات الجيش، هل بدأ بأية إجراءات بعد هذه الحادثة؟ هو الجيش هذا اللواء جاء من عدن، هو تركز في منطقة جحيل لكي يقوم بالحملة العسكرية الواسعة لاكتساح ما تبقى من تنظيم القاعدة في تلك المنطقة شرق مدينة زنجبار، يعني في منطقة أحور والمحفد والجبال المحيطة بها، ولكن هم استبقوا بهذا الفعل وضربوا الجيش. نعم، إذا مراسلنا محمد السوكة كنت معنا عبر الهاتف وحدثتنا من أبيان، شكرا جزيلا لك. ميدانيا وعسكريا تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها والسيطرة على مواقع عسكرية جديدة في تعز بعد معارك خاضتها ضد الميليشيا الانقلابية، وتمكنت قوات الجيش من تحرير منطقتي الرجمة والجزارين وتلة العسيق في أطراف منطقة مدارات باتجاه مصنع السمن والصابون غربي المدينة، كما تواصل قوات الجيش تقدمها باتجاه مصنع السمن والصابون وسط تراجع وانسحابات في صفوف الميليشيا الانقلابية. وفي جبهة شرق المدينة لقي 4 من عناصر الميليشيا مصرعهم جراء استهدافهم بنيران الجيش الوطني. إلى الجبهة الساحلية الغربية، حقق الجيش الوطني تقدما باتجاه الوزعية والبرح بالسيطرة على سنترال الجبل العريش إثر معارك عنيفة قتل خلالها 9 من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح في ظل تراجع كبير وانهيارات في صفوف الميليشيا وتكبدهم خسائر فادحة. وقال مصدر عسكري أن الجيش الوطني في الساحل الغربي يتقدم على محورين، الأول باتجاه موزع والوزعية والبرح، والثاني لتأمين السيطرة على مفرق المخا. هذا ولجأت ميليشيا الحوثي وصالح إلى القصف العشوائي على المناطق السكنية غربية المدينة، وقصفت الميليشيا المتمركزة في مكائر مديرية جبل حبشي غربية المدينة قرية وهر، كما تعرضت القرى السكنية بمنطقة الفكيكة عزلة حمير بمقبنة لقصف بمضادات طيران من مواقع الميليشيا الانقلابية في جبل البرقة. هذا المسن يحاول جيرانه تخفيف صدمته، فقد صعقته قذيفة لميليشيا صالح الحوثي اخترقت إحدى غرف منزله بالمطار القديم غربي مدينة تعز. فحسن علي محمد وصله خبر للتو أن ابنته وجنينها قد فارقا الحياة بفعل شظايا تلك القذيفة التي أحدثت رعبا لا يوصف، كما يقول الرجل المفجوع. لما شفت الباب اخترع قرحمه مهتز وسمعت صياح الحريم خرج تجري وامها تصيح سعاد قلت شفته هنا خلاص تسمرت مكاني، انا حاولت افز زي ما قدرت. وجع واي وجع، فالمرأة في شهرها 7 من الحمل الاول وفي 20 من عمرها، كانت الإصابة عميقة ومباشرة وسؤال كبير لدى زوجها يحيى إسماعيل يبحث له عن إجابة. ذنبنا كانت حامل، ذنبنا كانت زوجتي، ذنبنا كانت تمنى تكون أم لابني، ذنبنا كنت أنا أبو عياله. أي السبب ما أدري، لا بيد سلاح ولا أنا بيد سلاح، لا أنا في الحرب لا ناقة ولا جبل. إحنا لنا 3 شهور وإحنا من حضرموت، أجينا أول ما كنت حامل قلنا بنروح لما تكمل تولد
ونرجع. لم تكتمل الولادة ولن ترجع المرأة، فيما وجع الفراق مس أهاليها لم يسلم هذا الجريح من الألم بشظايا القذيفة ذاتها، وهو مار جوار المنزل لينال نصيبا من الانتهاكات. في تعز لوحدها 30 امرأة قتلتهم ميليشيا صالح الحوثي خلال الأشهر الأخيرة فقط بحسب تقرير حقوقي نشر قبل أيام. القتل مستمر إذن، والوجع يتضاعف، والإنقلابيون متمسكون ببشاعتهم. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. لقي اثنان من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مصرعهما خلال مواجهات بين وحدات من الجيش الوطني والميليشيا في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف. وقالت مصادر عسكرية إن مواجهات عنيفة شهدتها مناطق وقز والغرفة في المصلوب تزامنت مع معارك في جبهتي حام ومزوية بمديرية المتون، أسفرت عن خسائر في صفوف الميليشيا وفرار مجاميعها المسلحة مخلفين جثث اثنين من عناصرها. اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيا الحوثي وصالح في سماء مدينة مأرب. وبحسب المصادر فقد تم اعتراض الصاروخ بنجاح دون أي أضرار جانبية، علما بأن عدد الصواريخ التي تم اعتراضها في سماء مأرب منذ أواخر العام 2015 بلغ 100 صاروخ. قتل القيادي في ميليشيا الحوثي علي عبد الملك شرف الدين مع عدد من مرافقيه بغارة جوية للتحالف العربي في جبهة ميدي بحجة. ويعد شرف الدين ثالث قيادي في الميليشيا يلقى مصرعه خلال أقل من أسبوع، إضافة إلى عشرات المتمردين بينهم القياديين في الميليشيا أحمد الوظاف الملقب بأبو الهادي من مديرية الشاهل وعلي العزي من أبناء مديرية المفتاح. ومعي حول هذا الموضوع مراسلنا من ميدي سعد القاعدي. سعد، ما هي المعلومات التي لديك حول المواجهات التي جرت خلال الساعات الماضية؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. لا زالت المعارك مستمرة حتى لحظة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة القدية في ظل خسائر كبيرة جدا للميليشيات، حيث لقي عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم بينهم القيادي علي عبد الملك شرف الدين مع مجموعة من مرافقيه. نعم، تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. حيث لقي عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم بينهم القيادي علي عبد الملك شرف الدين الذي لقي مصرعه مع مجموعة من مرافقيه بقارة جوية لطيران التحالف العربي ظهر أمس الاثنين، فيما سقط العشرات أيضا من الميليشيا بين قتيل وجريح في قارات أخرى. نعم، في قارات المقاتلات التحالف العربي في جبهة ميبي. نعم، كيف تقدرون حجم الخسائر هناك؟ الخسائر الميليشيا خسائر فادحة جدا، لا سيما في المعارك الأخيرة التي تدور بين قوات الجيش الوطني منذ صباح الخميس الماضي حتى اللحظة، حيث أكدت مصادر محلية خاصة بأن أكثر من 100 قتيل لقوا مصرعهم منذ صباح الخميس حتى اللحظة، بينهم ثلاثة قياديان من ضمنهم علي عبد الملك شرف الدين المتوكل وآخر من بيت الوظاف وآخر أيضا من بيت العزي. كذلك تزامن هذه المعارك ضرب مكثف لحياة الجيش الوطني، حيث كثفت من ضرباتها الموجب ضد الميليشيا يوم أمس، حيث لقي ثلاثة من عناصر الميليشيا مصرعهم وهم يحاولون التسلل إلى مواقع الجيش الوطني وزرع الألغام. نعم، حاليا كيف تقيم وضع الميليشيا وأين ينحصرون؟ وضع الميليشيا في آخر رق، حيث أطلقت قيادة الميليشيا في جبهة ميدي نداء استقالة للقيادة الميليشيا في محافظة حجة، قولها أن جبهة ميدي إذا لم تعزز بالأفراد فإن جبهة ميدي ستسقط في يد الجيش الوطني. نعم، وذلك خلال الأيام المقبلة إذا لم تعزز الميليشيا تعزيزاتها إلى جبهة ميدي الأفراد بشكل عاجل. نعم،
إذا مراسلنا سعد القاعدي من ميدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في مديرية ذي ناعم بالبيضاء، وأكدت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بمختلف أنواع الرشاشات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وقذائف الأربيجي بين المقاومة والميليشيا الانقلابية في عدة مواقع بمديرية ذي ناعم. وفي ردع أصيب المواطن حزام اللقاحي وأحد أبنائه بإصابات خطيرة بانفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا بأحد الطرقات بقرية لقاح بولد ربيع بردع، وقامت الميليشيا بمنع المواطنين من إسعافهم. نفى المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد طيار المالكي استهداف قوات التحالف العربي منزلا في منطقة محضة جنوب غربية صعدة، مشيرا إلى أنه لم تقم مقاتلات التحالف بتنفيذ أي هجمات في المكان الذي وقعت فيه الحادثة. وانتقد المالكي في حديث لوكالة أنباء واستصريحات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بخصوص حادثة قصف صعدة، مشيرا إلى أنها بنيت على تقديرات شخصية لا ترتكز على نتائج تحقيق منهجي وعادل، واعتمدت على تقارير أولية غير مثبتة من الميدان. أكد قائد قوات التحالف العربي في اليمن العميد الركن إبراهيم الحربي أن تحرير العاصمة صنعاء أصبح قريبا، مشيرا إلى أن التحالف العربي وقوات الجيش الوطني يسيرون وفق خطة عسكرية مدروسة. وأشار في لقاء صحفي مع عدد من الإعلاميين المواليين للشرعية في مأرب إلى أن العمليات العسكرية الميدانية تحقق انتصارات متتالية، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي وصالح أصبحت في أضعف حالاتها وتخسر كل يوم. ومعنا مراسلنا في مأرب رشاد النواري. رشاد، ما هي تفاصيل اللقاء الذي جمع إعلاميين الشريعة أو الشرعية مع قائد التحالف؟ نعم أسامة، بالأمس التقى قائد قوات التحالف العميد إبراهيم الحربي بعدد من الإعلامية الشرعية. أكد خلال اللقاء بأن تحرير صنعاء بات قريبين والانقلابيون في أضعف حال. أيضا قال قائد قوات التحالف بأن الميليشيات تخسر كل يوم مواقع جديدة، وأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تقدم ويسيطرون على عدة مواقع. أيضا استعرض أشاد قائد قوات التحالف بالدور الإعلامي للإعلام الشرعية المساند للعمليات التحرير، ودعا الإعلاميين إلى استقاء المعلومات والأنباء من مصادرها الرسمية والموثوقة. كما أشاد القائد قوات التحالف بدور الشعب اليمني وثبات الشعب اليمني الذي يقاتل من أجل استرداد حقه وأرضه ودحر الانقلاب. من نتائج الاجتماع أمس كانت توحيد الخطاب الإعلامي للإعلام الشرعية في مواجهة الانقلاب. نعم، إذن مراسلنا من مأرب رشاد النواري كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تعيش محافظة الضالع الذكرى الثانية لسقوط ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح ودحرها من المحافظة بعد معارك تكبدت فيها الميليشيا خسائر فادحة. التفاصيل في هذا التقرير. إن موعدكم الصبح، هكذا كان حال لسان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الضالع مع الانقلابيين في 8/8/2015 ميلادية. فمع بزوغ الفجر كانت قد أعدت عدتها وانطلقت كضربة رجل واحد قصمت فيها ظهر الميليشيات وطهرت المحافظة منهم. كان الأمور كلها منسقة ومرتبة ووقتها محدد بالدقيقة والثانية مما سبب لهم الانهيار والرعب، وأيضا تركت لهم مجال للهروب والفرار. الشوتري واللكمة الحمراء ومعسكر القوات الخاصة والسجن المركزي تهاوت وسقطت موقعا موقعا وثكنة تلو الأخرى بعد انهيار الميليشيات وهول الفاجعة لسقوط معسكر الصدرين الاستراتيجي. انتفض أبناء محافظة الضالع في يوم 8/8 اليوم الذي أعد له من قبل، ذلك اليوم الحاسم الذي سقطت فيه معظم مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، وكان على أثره طردهم من محافظة الضالع بالكامل.
كانت ساعات حاسمة عقب مواجهات عنيفة، بداية من سناح وقعطبة ومرورا بالفاخر ونقيل الخشبة، مخلفة وراءها خسائر فادحة فيما لا زالت بعض من آلياتها مرمية على قارعة الطريق. في تاريخ 8/8/2015 شهدت منطقة سليم معركة عنيفة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح وفي المعدات العسكرية. بعد طرد الميليشيات منه وبقايا صالح، وأما الآن سيتم تطبيع الأمن والاستقرار وتعود الشرعية. من هنا مرت الميليشيات وجرت معها ذيل الهزيمة، مخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية، وهذه الدبابة واحدة منها. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع. تستعد وزارة الداخلية لتطوير قاعدة بيانات موحدة تضم كافة الإدارات والمراكز الأمنية في المحافظات المحررة، وناقش اجتماع بهذا الشأن برئاسة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية اللواء الركن عبد الله جابر سير عملية التطوير وتجاوز المعوقات التي تواجه عمل الفريق الفني والإجراءات الجارية لآليات صرف مرتبات منتسبي الوزارة خلال الأشهر السابقة ووضع المعالجات والحلول للأخطاء التي تواجهها اللجان المشكلة من الوزارة الداخلية. في مأرب تتواصل صرف الإكرامية المقدمة من الملك سلمان بن عبد العزيز لأسر شهداء وجرح الجيش الوطني، وقد عبرت أسر شهداء وجرح الجيش الوطني عن أصدق المعاني والقيم النبيلة لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بأسر شهداء وجرح الجيش الوطني. تعهد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي بأن تبذل الحكومة الشرعية كل جهودها لحل مشاكل المبتعثين اليمنيين في الخارج ومنحهم الظروف المناسبة لإكمال تحصيلهم العلمي. وأشار خلال لقائه في عمان عددا من المبتعثين اليمنيين الدارسين في الأردن إلى أن الحكومة تواجه صعوبات في توفير السيولة النقدية والتزامها برغم ذلك بإرسال المنح المالية للطلاب اليمنيين في الخارج ومنحهم الأولوية. ومعي حول هذا الموضوع بكري النصيري، ماجستير في إدارة الأعمال، نرحب بك. بداية، يعني ما الذي دار خلال لقائكم مع وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء؟ مرحبا بك. في البداية اجتمعنا مع وزير الخارجية في السفارة اليمنية برعاية السفير اليمني علي العمراني والملحق الثقافي. نعم، كان الاجتماع مع ممثلين من الطلبة اليمنيين في الأردن من جميع الجامعات، وقدمت جميع المطالب بما فيها حتى تذاكر العودة إلى اليمن. كانت أبرز المطالب سرعة صرف الربعين الثاني والثالث والذي مضى على ميعاد الربع الثاني عن 3 أشهر، ووضع حد جذري وأريال واضحة لحل مشكلة التأخير المستمر للأرباع، وكذلك الرسوم الدراسية المتأخرة للعام 2016 و2017 والتي لم ترسل لغاية الآن ونحن في نهاية العام الدراسي. نعم. أيضا إرسال الرسوم الدراسية للعام القادم 2017-2018 يعني أصبح على الأبواب، ولكي يتسنى للطلاب التسجيل كون الجامعات لن تسمح بالتسجيل لأي طالب تسديد الرسوم الدراسية المتأخرة. نعم. في اللقاء هل ذكروا لك الأسباب؟ يعني في هذا اللقاء ربما يكونوا قد ذكروا أسباب أن الحكومة ليست منتظمة في صرف مستحقات الطلاب في الخارج. صحيح. هو تحدث عن مشاكل في البنك المركزي وصعوبة التحويلات عبره، يعني كون الانتقال للبنك المركزي يعني صعب نوعا ما. وتحدث عن عدم توفر سيولة مالية كافية من أجل تحويل مستحقات الطلاب في الوقت الراهن، وعدم وجود آلية في صرف الأموال. ووعد بأنه لن يألو جهدا وسيتابع صرف المستحقات الطلاب أولوية خاصة، لكن لم يضع توقيت معين أو رسم آلية موضحة ستعتمد عليها الحكومة في الوقت المقبل، بحيث أنه الطالب يكون عنده نوعا ما من الإطمئنان. نعم، يعني لم يحدد ما هي المعالجات التي سيقومون بها من أجل اتخاذ الخطوات السليمة لصرف المستحقات في أوقاتها. بالضبط، حيث أن الملحقية الثقافية بالنسبة للأردن قدمت بيانات الطلاب بشكل تام
من أجل تسهيل عملية صرف المستحقات والرسوم الدراسية للطلاب. نعم. إذن بكر النصيري ماجستير إدارة أعمال كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تفقد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية الاستعدادات لاستقبال الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة، واستمع الوزير من إدارة المنفذ اليمني لشرح عن التجهيزات التي تم إعدادها لخدمة ضيوف الرحمن قبيل تفويجهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج. وصل لمدينة التربة جنوبية تعز المستشفى الميدانية التركية المقدم كمنحة طبية من الهلال الأحمر التركي لتعز، وبحسب مصادر طبية فقد تم استلام 5 حاويات من وزارة الصحة تحوي مستشفى ميداني متكامل ومجهز بأجهزة طبية حديثة ستسهم بشكل كبير في تغطية العجز الصحي داخل المحافظة. الحمد لله تم وصول المستشفى الميداني إلى مدينة التربة بحمد الله، وإن شاء الله سيتم تجهيز المكان المتفق عليه مسبقا مع الأتراك، وإن شاء الله سيتم تجهيز الموقع وبموجبه نشعر الأتراك بذلك، فستتم حضور لجنة تركية من تركيا لتركيب وتجهيز المستشفى، وإن شاء الله على القريب العاجل ستكون المستشفى متاحة لجميع الجرحى والمرضى. معي عبر الهاتف عضو لجنة استلام المستشفى الميدانية الدكتور رمزي الأكحلي، نرحب بك. بداية حدثنا عن مكونات المستشفى وما هي الخدمات التي سيقوم بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تم بحمد الله وصول المستشفى إلى مدينة التربة، وفي البداية قبل كل شيء نشكر كل من ساهم في إيصال المستشفى إلى مدينة التربة من محافظ المحافظة ووزير الصحة والأخ صالح حشلة ووكيل المحافظة الأستاذ محمد عبد العزيز الصنوي ومدير المديرية، وكل من ساهم في وجود المستشفى الميداني التركي في مدينة التربة. نعم دكتور، هذا واجبهم. بالنسبة لسؤالك، طبعا المستشفى متكامل في عناية مركزة، غرفة عمليات كبرى، طبعا هو عبارة عن 5 كاونترات مجهزة تجهيز كامل، مختبرات من كل شيء، و7 مخيمات إلى جانبه. نعم. وتفضل. يعني ما هو حجم الشريحة السكانية التي يمكن للمستشفى الميداني خدمتها وفق طاقته؟ طبعا إذا استوعبنا الدعم التركي سيكون لشريحة كبيرة، حتى ممكن من خارج المحافظة، من خارج محافظة تعز، المحافظات اللي بجانب محافظة تعز، وإن شاء الله بعد تركيب المستشفى واللقاء مع الأتراك نحاول أن نأخذ من الأتراك ما نستطيع من المساعدات في هذا الجانب إن شاء الله. نعم. بالنسبة للكادر الطبي، كيف ستوفرون الكادر الطبي والصحي المقرر للمستشفى الميداني؟ يعني حدثنا عن هذه الترتيبات. الاتفاقية التي كانت مع وزارة الصحة أنه يأتي كادر طبي تركي إلى مدينة التربة، لكن نتيجة الآن للظروف الأمنية، عند تحسن الظروف الأمنية ممكن مناقشة الأتراك في هذا الموضوع. نعم. وممكن هناك حلول بديلة لهذا الشيء، يعني يأتي في وقته إن شاء الله. نعم. أين يقع المستشفى تحديدا؟ طبعا كانت هناك لجنة تركية سابقة في السنة الماضية جاءت وعاينت الموقع في منطقة بني غازي. نعم. تمام. وأقرت المكان وبموجبه نزلت المستشفى، وافقوا على المستشفى وأرسلت. نعم. فالآن إن شاء الله ستكون في مدينة بني غازي. نعم. التربة. الفترة المتوقعة لبدء تدشين المستشفى كم تتوقع هذه الفترة؟ إن شاء الله يعني في أقرب فرصة نحن سنبدأ طبعا برعاية مدير المديرية، سنبدأ من الأيام القادمة القليلة تجهيز الموقع، ومباشرة عند تجهيز الموقع سيأتي الفريق الفني التركي لتركيب المستشفى. يعني تقريبا كم ستكون مدة هذه الفترة لتدشين المستشفى؟
يعني لا أستطيع أن أحدد لك وقت معين بحسب الإمكانات المتاحة، لكن إن شاء الله في القريب العاجل، يعني مسألة شهر أو أكثر قليلا يعني. نعم، عضو لجنة استلام المستشفى الميداني بتعز الدكتور رمزي الأكحلي، شكرا جزيلا لك. أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن إلى 1940 شخص منذ نهاية إبريل الماضي، وذكرت المصادر تسجيل 463 ألف حالة مشتبهة في أحدث حصيلة للوباء. وبحسب المنظمة فإنه يوميا يصاب حوالي 5000 شخص بأعراض الإسهال المائي الحاد. قالت رابطة أمهات المختطفين أن ميليشيا الحوثي وصالح عادت إلى تقييد المختطفين داخل سجن الأمن السياسي بصنعاء، وذلك بالسلاسل على أيديهم وأرجلهم وعصب أعينهم أثناء زيارات عائلتهم. ودانت الرابطة في بيان الصمت المطبق من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسرا داخل سجون الحوثي وصالح، داعية الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان إلى زيارة سجن الأمن السياسي بصنعاء والعمل على تمكين المختطفين من حقوقهم الإنسانية الطبيعية. ولمزيد حول هذا الموضوع معي عضو رابطة أمهات المختطفين أم أحمد، نرحب بك بداية. يعني ما الذي يحدث للمختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء تحديدا؟ أهلا وسهلا بكم. سجن الأمن السياسي هو واحد من السجون الكثيرة الموجودة في أمانة العاصمة التي لا تخضع لسلطة القضاء ولا تخضع لتفتيش النيابة، ولا يسمح أيضا فيها بزيارة المنظمات سواء منها المحلية أو الدولية للاطلاع على أوضاع السجناء. في سجن الأمن السياسي عاودوا في هذا الشهر تقييد أيدي السجناء وأرجلهم بالسلاسل والقيود، أيضا تغطية أعينهم وعصبها أمام أهلهم وذويهم. ولك أن تتخيل عندما تأتي أم لزيارة ابنها أو زوجة لزيارة زوجها وأولاد لزيارة أبيهم وهم يرون أباهم بهذا المنظر، أيديهم يعني يدين مقيدتان وأرجله أيضا معصوب العينين، وبجانبه أكثر من حارس للإطلاع على أي كلمة سوف تصدر منه أو أي شفرة سوف تصدر منه يبلغها لأهله. فهذا الوضع إضافة إلى أنهم يعني منذ فترة وهم يمنعون وصول إمداد المختطفين بالطعام من أهاليهم أو الشراب، وأيضا تحصل مغالطات في موضوع المال الذي يعطى لهم. فهذه كلها يعني جزء بسيط من الانتهاكات التي تحدث داخل مبنى الأمن السياسي. نعم، بالأمس قمتم سواء التعذيب الجسدي أو النفسي الذي تعرض له الكثير من المختطفين والذين استطاعوا بصعوبة أن يبلغوا أهاليهم بأساليب التعذيب التي تعرضوا لها. نعم، كنتم قد قمتم بوقفة احتجاجية بالأمس، وهناك أيضا اعتداءات قاموا بها الميليشيا تجاه أمهات المختطفين، ما طبيعة هذه الاعتداءات؟ بالأمس وقفت الأمهات أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فوجئت الأمهات بمجموعة مسلحين يأتون ويسحبون اللافتات من أيدي الأمهات محاولين ضربهم، أيضا حاولوا مصادرة الهواتف المحمولة لديهم وملاحقتهم في أثناء الشوارع وتهديدهم بمزيد من القوات لتأتي لاعتقالهم أو لملاحقتهم. هذا جزء من الاعتداءات التي تطال الأمهات في أكثر من مكان وفي أكثر من جولة من جولات النضال من أجل أبنائهم ومن أجل الإفراج عن أبنائهم. نعم، بالنسبة لمطالب رابطة أمهات المختطفين، هل تم توجيهها إلى منظمات معنية؟ الرابطة زارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المفوضية الثانية لحقوق الإنسان، تواصلت مع الكثير أيضا من المنظمات الحقوقية العاملة خارج اليمن، طالبتهم بالإفراج عن مختطفيها وأبنائها المختطفين داخل السجون، طالبتهم بالضغط على جماعة الحوثي، طالبت الأمم المتحدة التي ما زالت تمد جماعة الحوثي بالإغاثة بأن تكون الإغاثة وسيلة من وسائل الضغط على جماعة الحوثي من أجل الإفراج عن المختطفين والذين اختطفوا من بيوتهم ومقر أعمالهم بدون مسوغات قانونية وتم تعذيبهم داخل السجون والتعامل معهم بتعامل لا إنساني بعيد عن الإنسانية كل البعد. عضو رابطة أمهات المختطفين أم أحمد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أدت الحرب العدوانية التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح على اليمن إلى تعطيل كافة الأنشطة الرياضية واللحاق أو إلحاق دمار كبير بالملاعب والبنى الرياضية.
التفاصيل في هذا التقرير. للعام الثالث على التوالي والنشاط الرياضي للأندية اليمنية وخاصة كرة القدم متوقف بسبب الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح على عدد من المحافظات، تخريب امتدت يده لكثير من الملاعب اليمنية وأماكن التدريب والمنشآت الرياضية. بالنسبة للآثار السلبية التي أثرت على القطاع الرياضي بشكل عام بانقطاع النشاط أو توقف النشاط، آثار كثيرة هي، من ضمنها توقف دخل شريحة كبيرة من الناس، لاعبين ومدربين وعاملين في النشاط الرياضي سواء في الأندية أو في المسابقات اللي بيعملوا في المسابقات. أسباب كثيرة أدت إلى انقطاع دوريات كرة القدم، مما أثر سلبا على لياقة اللاعبين وقدراتهم ومستواهم في الملعب. في أثار سلبية على اللاعبين، أولا توقف النشاط الرياضي يؤدي أولا إلى توقف أكثر اللاعبين عن مزاولة اللعبة، يؤدي إلى هبوط المستوى، في التالي يؤدي أيضا إلى هبوط مستوى في المنتخب الوطني، لأنه أي توقف في الدوري العام يؤثر أكيد سلبيا على اللاعب. انقطاع لاعبي كرة القدم عن اللعب والتدريب ربما قد يعيد البعض إلى نقطة الصفر، آثار سلبية خلفتها الحرب وهذا التوقف للاعبين والمدربين وإدارات الأندية الرياضية. أسئلة تبحث عن إجابة، كيف أصبح اللاعب بعد أن افتقد مصدر دخله ورزقه من رياضة كرة القدم بعد توقف مسابقات كرة القدم دام لأكثر من 3 سنوات على التوالي؟ الآثار السلبية اللي نمر فيها كلاعبين هي الظروف الصعبة اللي مرينا فيها بالبلاد والمستوى الفني كلاعبين، واللي أثر علينا كمان المستوى الفني والمادي، ونتمنى من الاتحاد أن يسوي نشاط. تأثر لاعبي المنتخبات الوطنية كثيرا من هذا التوقف، فأصبح ينظر المشاركات الخارجية بفارق الصبر لكي يقدم لنا أروع الفنون الكروية والملامح البطولية في المحافل الدولية. تم اختياري لمنتخب الوطني اليمني للناشئين، أتمنى أن نقدم أداء جميل. أنا سعيد لاختياري لمنتخب الناشئين، أتمنى أن أشرف المنتخب اليمني خير وأقدم ما أستطيع ونوصل لمراحل متقدمة إن شاء الله. كيف سيتعامل الاتحاد العام لكرة القدم مع هذه السلبيات؟ وهل هناك نظرة مستقبلية لانتشال الوضع الحالي وتغيير قواعد اللعبة والخروج من حالة الركود والخمول إلى حالة الدوران الكروي؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. شهداء وجرحى بتفجير إرهابي استهدف اللواء 103 في أبيان. الحكومة تعيد افتتاح الكلية العسكرية ومعها التأهيل القادة في عدن وتعلن البدء بعملية إعادة الإعمار. الجيش الوطني يسيطر على سنترال جبل العريش في موزع بتعز والتحالف ينفي استهداف منزل في صعدة. وصلنا إلى الختام في الساعات القادمة، نلقاكم في أمان الله. ليصلك كل جديد، قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.